السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. يقول الشاعر: قف في مكانك بين القبل والبعد، واسأل مطارك عن معزوفة الفقد، وقل له يا مطار الله لي وطن على جناحيك ينوي جنة الخلد، واقطع إلى شيبة التاريخ تذكرة، لا تدفع المال إن المال لا يجدي. وباعتبار أن لكل نصر قادة وفحول، فإن مهندس انتصارات العراق وضيفه الجنرال قاسم سليماني تركوا الأثر الطيب وساروا على طريق الحق، ساعين إلى طعم الشهادة، راجين الفوز الذي يتوق له المجاهد السرمد. وبناء على ما تقدم، فقد أحيت الآلاف الذكرى العطرة مجددين تمسكهم بهذا الخط والقصاص من الإدارة الأمريكية السابقة، فالعهد للشيبة المباركة باق من أول الحشد حتى مطلع المهدي. وهذا الولاء المطلق ودم المضحي الصادر من أقصى الجنوب مكن العراق من استعادة دوره في المحافل المختلفة. أيضا مشاهدي الأحبة، في ملفنا الثاني لن يكون بعيدا عن الأول، ولكن من قلب طهران، فإن استذكار أوتاد استقرار الأمن قادة النصر الذي لولا دماؤهم اليوم داعش تنتهك أراضينا، وأمريكا تقتحم سيادة البلد، ومثلما أوعد الرئيس رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أوعد أمريكا بالقصاص لدم شهدائها. وهذه الرسائل لأمريكا وأذنابها التي بعثها تقول أن قادة الأمة لم ننسهم، بل وهناك أيضا كانت رسائل تحذيرية من تكرار مثل هكذا اعتداءات، سواء كانت على شخصيات عراقية وسيادة العراق أم شخصيات إيرانية. بالتالي لابد من أن يوضع حل لمثل هذه الانتهاكات التي تقودها أمريكا وتنفذها، وذلك لم يتحقق ما لم يكن نهج الشهيدين ملهما لخطوات السائرين على نهجهم. بالتالي مقاومة الاستبداد ضرورة لمواجهة أمريكا وغيرها ممن يتبعونها ويرتضون أفعالها. إذن مشاهدي الأحبة، كونوا معنا في هذه الحلقة الخاصة عن تغطية فعاليات الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة الانتصارات ومحاربة الإرهاب العالمي. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. في ملفنا الأول راح نتناول الحدث التاريخي الذي حدث في قلب بغداد، في مطار بغداد الدولي، قرب المكان الذي شهد جريمة المطار، حيث احتشد الآلاف قرب مطار بغداد الدولي في وقفة استذكارية لجريمة اغتيال قادة الانتصارات. هذا الفعل مدبر من الإدارة الأمريكية الذي حاولت في طريقه إطفاء نور الحشد، لكن الجموع المحتشدة والغفيرة أحيت هذه الفعالية في ذكراها الثالثة، والتي أكدت على المكان السامي لشهداء هذه الجريمة في قلوب الناس. نفتح وياكم مشاهدي أحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. في ليلة باردة أجواؤها، لكن جمر أحزان الفقد لن يبرد. ليلة استثنائية في كل تفاصيلها، فالموقع طريق المطار المزدحم كعادته بالمسافرين إلا عشية الثالث من كانون الثاني، حيث يغص بالجماهير المعزية التي يملأها الحزن الكبير، والذي هو الآخر يبدو واضحا في أوجه جموع المحتشدين، وهي تستذكر قادة النصر في مكان الجريمة الأمريكية النكراء. لقد كان القادة الشهداء قادة للحشد، كانوا أبطال بمعنى الكلمة، كانوا يعلمون أنهم سيؤولوا مصيرهم إلى الشهادة، فهم شهداء أحياء. يكرموا أبطال معارك الانتصار بأحسن نحو ممكن، فلا بد من إحياء ذكراهم على كافة المستويات، ولا بد من الحفاظ على نهجهم. وهنا يأتي دور وزارة التعليم لتثبيت قصص أبطال معارك الانتصار في المناهج الدراسية والتعليمية، كما يأتي دور وزارة الثقافة وشبكة الإعلام وغيرهم لتبيان حقائق المعارك والانتصارات وأبطالها. الدأب على الحضور في الفعاليات والاحتفاءات التي تقيمها هيئة الحشد الشعبي بالذكرى الثالثة لاستشهاد القائدين الشهيدين، يبعث برسائل تدل على عمق الترابط والأثر الذي تركه الراحلان إلى عليين في نفوس العراقيين. فبالدموع وهتافات الثأر وإيقاد الشموع انطلقت هذه الوقفة الاستذكارية. هاي المسيرة راح تتجدد إن شاء الله كل سنة بعون الله سبحانه وتعالى. دم هذول الشهداء ما راح يروح بلاش،
لحد الآن احنا نطالب بالقصاص، وإن شاء الله مستمرين ولد الشايب بالمطالبة بثأر قادة النصر إن شاء الله. وجودنا في مطار بغداد هو أهد ووعد نقطعه للشهداء القادة بأن نبقى على أهدهم، أنها الليلة التي أحرقت قلوب العراقيين الشرفاء. هذه المسيرة هي وفاء لدم الشهداء، وسوف نكون هنا دائما وبكل عام نجدد العهد ونجدد الوفاء لهذه الدماء الزكية بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن خلال هذه النشاطات التي تأتي ضمن تقويم سنوي بذكرى رحيلهم العطرة، يجدد المحبون البيعة لقادة النصر ويبعثون برسائل الثبات على طريقهم. فدماء المهندس وسليماني أسست لمقاومة لن تهزم، وفي الوقت عينه تؤكد هذه الجموع بأن أمريكا هي مكمن الخطر، وعليه لابد من انكفاء قواتها بشكل تام من الأراضي العراقية. علي حبيب، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين في هذا الملف، الدكتور حيدر البرازنشي المحلل السياسي ورئيس مركز ألوان للحوار، ضيفا كريما في الأستوديو. أهلا مرحبا بك دكتور حيدر. وكذلك ينضم معي عبر سكايب السيد جبار المعموري القيادي في الحشد الشعبي من ديالة. أهلا مرحبا بك سماحة السيد. أبدأ مع حضرتك دكتور حيدر، نتحدث اليوم عن واقعة المطار، هذه الواقعة اللي تمر ذكراها الثالثة لاستشهاد قادة الانتصارات، والزخم يزداد، الزخم الشعبي والحشود والآلاف التي تحضر وتحيي هذه الليلة في محل الجريمة، كيف تنظر إلى هذا الزخم وهذه الحشود المطالبة بالقصاص؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك الكريم ولمتابعي قناتكم ولمستمعها، لك كل التحية السيد. وأقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. واقعا حادثة المطار هنا أريد أن أعقد مقاربة بين أمرين، بين طف كربلاء التي تتجدد في كل عام، والتي أراد حينها أعداء الإنسانية والإسلام أن يقتلوا هذا الفكر، أن يقتلوا هذه الروحية، روحية الإسلام وفكرها المتوهج. فبالتالي ما حدث في فاجعة المطار، حاولوا أن يقتلوا الأجساد لكنهم حقيقة توهموا بهذا، فهم أحيوا أمما كاملة. الشهيدين رضوان الله تعالى عليهم لم يكونا فقط للشيعة ولم يكونا فقط للمسلمين، بل كانوا للمستضعفين في كل أنحاء الأرض. وبالتالي هذا الشعور المتنامي، هذا الفخر والاعتزاز، هذه الرمزيتين العظيمتين، هذه الشعلتين المنيرتين تتجدد في كل عام في قلوب كل المحبين وفي قلوب كل المنصفين، ليس فقط في العراق ولبنان والجمهورية الإسلامية وفلسطين واليمن، لا، بل في كل أنحاء العالم. لماذا؟ لأنهم وقفوا ورفضوا الظلم والاعتداء، وبالتالي حقيقة وصلوا إلى مرحلة كبرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى كرامة لدمائهم الطاهرة، لأجسادهم المبعثرة كما تبعثرت جسد أو أجساد أصحاب الإمام الحسين صلوات الله عليه، تجدهم الآن أفكارهم منتشرة في كل أنحاء العالم. وبالتالي شعور العراقيين المقاومين في كل المحافظات بهذا الانتماء وبهذا الولاء خرجوا حقيقة، وقد غصت شوارع المطار، وتشرفنا أن كنا هناك ليلة أمس، وتجد نساء ورجالا، نعم، وشيوخا واطفالا يحيون هذه الليله. هذا المطالبه بالقصاص. وهنا ارحب بضيفي الكريم السيد ابو علي البصري، معاون رئيس اركان هيئه الحشد الشعبي للعمليات.
حياك الله حاج أبو علي. نتحدث عن هذا الزخم وهذا التفاعل خصوصا في الذكرى الثالثة والمطالبات بالقصاص من الإدارة الأمريكية تحديدا وأمريكا عبر عدة مستويات، بدءا من خروج القوات الأجنبية وليس انتهاءا بتدويل هذه القضية. كيف تنظر إلى هذا المطلب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. تحية لكم، قناتكم، جنابك، وللدكتور حيدر، حياكم الله، الله يحفظكم. السؤال انه شنو كان هذا الزخم الذي شهدته احياء الذكرى الثالثه والتي نظمتها هيئه الحشد الشعبي، وهنالك مطالبات بالقصاص من الاداره الامريكيه التي ارتكبت هذه الجريمه النكراء. طبعا الجريمه يجب ان يتم الاقتصاص من المجرم، من المجرمين. المجرم عرف نفسه واعترف بجريمته، فلا بد من أن يكون القصاص. والجريمة كبيرة، الضحايا رجال عظماء قادوا مسيرة المقاومة والوقوف بوجه المخططات والمؤامرات التي قادتها أمريكا ووضعتها، وكانت مؤامرات كبيرة، ولهذا كان الانفعال شديد، وكان قرارهم بأن يقتصوا بمن وقف بوجه مؤامراتهم العدوانية. فالقصاص أيضا كبير، والقصاص عبر عنه وهو صاحب الدم، ودم مثل دم حج قاسم والحاج أبو مهدي المهندس. لا يكون صاحب الدم شخص عادي وشخص صغير، وإنما كما أن الإمام الحسين ثار الله، فهؤلاء الذي صاحب الدم عبر عن أن القصاص هو خروج القوات الأمريكية من المنطقة، ويجب أن تطهر المنطقة من الوجود الأمريكي العدواني والاحتلال، هو يعبر عن احتلال بدون دليل. فلهذا الحقيقة كل أتباع هذين القائدين وكل من يؤمن بخطهما ويؤمن بطريقهما، طريق الإنسانية وطريق التحرر وطريق المقاومة، هو خلف قائد هذا صاحب الدم وعلى طريقه، والكل يتحشدون ويستعدون للقيام بواجبهم من أجل تحقيق هذا الهدف الكبير الذي طرح كثأر لدماء الشهداء. وهذا التجمع الذي شاهدناه الليلة البارحة، التجمع الذي يقرب أن يكون تجمع مليوني، وهكذا الاحتفالات وإحياء الذكرى في كافة محافظات العراق، واليوم ما شاهدناه في طهران هو يعبر عن هذا العزم، وأن هؤلاء لهم أتباع ولهم أنصار ولهم مريدين ولهم من يثأر لدمهم ويقتص ممن قتلهم، ويحقق إن شاء الله ما طرحه وما قاله كثأر لدمائهم، ما قاله آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، وهو إخراج القوات من المنطقة. طيب خليني اسمح لنا ننتقل الى السيد جبار المعموري. سمحت السيد، نتحدث ويتحدث الضيف الكريم السيد ابو علي البصري عن هذا الزخم الكبير، وبالاضافه الى ما شهدته محافظات العراق كافه، احياء هذه الذكرى السنويه الثالثه، ماذا عن محافظه دياله وقوات الحشد الشعبي، وكيف استذكرت هذه الذكرى؟ تحيه لك ولضيفيك الأخ العزيز القائد الحاج أبو علي البصري المضحي الكبير، والأخ أيضا دكتور حيدر العزيز، وإلى قناتكم وإلى مشاهدكم. حياك الله وبيك. واقعا أقول لكم عظم الله أجركم بالشهيدين العزيزين القائدين المنتصرين، قادة النصر سليماني والمهندس ورفاقهما رفاق الدرب، وكذلك أيضا نحن نطالب كما قال قائدنا الحاج أبو علي البصري، نطالب بدمائنا، نطالب بقيادتنا التي استشهدوا في ارض المطار. نعم دياله هبت جميعا بما فيها من حسينيات ومواكب وعشائر وكذلك منتديات، كلها جعلت هنالك اناشيد وهنالك فاتحه
على ارواحهم، وكذلك كان هنالك تكريما لهؤلاء الشهداء ولدمائهم ولمن سار على هذا النهج ديالة حررها الابطال امثال سليماني والمهندس والحاج البصري وغيره من الابطال الذين شهدت ديالة معارك ضاريه، ولذلك ديالة لا تنسى ابدا سليماني والمهندس، وكذلك بقيه المحافظات التي حررها الواحده تلو الاخرى، ولذلك في اعناقنا دين لهذا الرجل الكبير الحاج المهندس وكذلك الحاج سليماني ورفاقهم وكل قادة الحشد وكذلك منتسبيه ومضحيه وجميع الشهداء والمضحين. نعم، ما حققه سليماني وما حققه المهندس لن ينسى أبدا، ولذلك ثمن إن شاء الله دمائهم هو طرد الوجود الأمريكي على أرضنا الأرض العراقية كافة، سواء كانت في قاعدة عين الأسد أو في الحرير أو في أي مكان يتواجد فيه الأمريكي. نحن إن شاء الله المقاومة متواجدون هناك، وسوف يكون يوما نحتفل به وهو طرد الغازي الأمريكي. طيب، من جميع البلاد، من جميع بلادنا ومن طيب المنطقة. سمحت السيد، يعني وفقا لهذه المطالب، خلينا نرجع شوية قليلا إلى الوراء دكتور حيدر، نتحدث عن سياسة القدم الخفية اللي نفذتها الولايات المتحدة في العراق. هاي السياسة اللي كانت تقف وراء الكثير من الأحداث ولكن دون أن تتبناها، لربما تحرك الخيوط، صفحات كثيرة، الحرب الهجينة، دخول داعش، تحريك الشارع وغيرها من هذه الممارسات بسياسة القدم الخفية. ولكن عندما يصدر أمر باغتيال القائدين من رئيس الولايات المتحدة بشكل مباشر وطائرة أمريكية تنفذ هذه الجريمة، الاغتيال المباشر والتبني الواضح، وهنالك سكوت من المجتمع الدولي، هل هذا تغيير في السياسة الأمريكية أم أن خطورة القائدين على المخططات الأمريكية وإفشانهم كان هو الدافع؟ هذه حقيقة السياسة الأمريكية، يعني هي اليوم هذه الصورة التي ظهرت بها من خلال اغتيال الشهيدين القائدين أوضحت للعالم أجمع وللإنسانية أجمع بأن الشكل الحقيقي التي تتخفى خلفه الولايات المتحدة الأمريكية كما أسميتها جنابك بالقدم الخفية التي تحرك خيوطها وحقيقة خلف الستار وتدفع بأدواتها من أجل إثارة الفتنة مرة، الفوضى مرة، إثارة الحروب الداخلية مرة أخرى، تدعم طرف على حساب طرف آخر، إثارة النعرات الطائفية المذهبية القومية، كل هذه وصلت إلى مرحلة هي التمست خوفا. لاحظ شدة خوف الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك ترسانة عسكرية وأموال كثيرة وقواعد منتشرة في كل بقاع العالم. استطاع الشهيدين رضوان الله تعالى عليهما أن يفشلا مخطط الولايات المتحدة الأمريكية والمتعاونين معها، استطاع أن يهزما كل ما بنته خلال عقدين متتاليين من الوقت والزمن والأموال التي نفقت بكل وضوح وصراحة. قالوها وقالها ترامب المجرم الأرعن أنه استطاعوا أن يحققوا إنجازا في ذلك الوقت ليلة الاغتيال، لكنه واقع الحال من حقق الإنجاز هو الشهيدين العظيمين وأبنائهم وقادتهم. يوم أمس وأنا أستمع إلى رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج الفالح الفياض وهو يتحدث عن استراتيجية جديدة في القصاص من الولايات المتحدة الأمريكية، يتحدث عن وعي متجدد بالنسبة لأبناء الحشد الشعبي ومواجهة ما وصفناهم اليوم بالجيوش الإلكترونية والحروب المركبة التي تحاول أن تضيع استحقاقات المجتمع وتستهلك وتستنزف الطاقات سواء كانت بشرية أو هنا دكتور عفوا المقاطعة، راح يكون أكو تحديد جدا مهم للحشد ومهامه، وهنا سيد أبو علي البصري يتحدث عما تحدث به رئيس هيئة الحشد الشعبي سيد فالح الفياض بضرورة رسم خارطة الطريق للحشد، فيوصف بأنه قوة عسكرية تحمي مؤسسات الدولة الدستورية، والحشد راح يكون بعيد عن الممارسة السياسية وراح يعمل على الوعي السياسي للدفاع عن الدستور. هذه مهمة جدا جوهرية في بناء دولة المؤسسات، كيف تنظر إلى دور الحشد فيها؟ الحشد الشعبي منذ يعني تأسيسه ومنذ انطلاق الفتوى وهب أبناء الشعب العراقي ولبوا النداء أصبح القوة المدافعة عن العراق إلى جانب القوات المسلحة الأخرى، بل كان في مقدمة القوات
باعتبار أن المعنوية والروحية التي يتمتع بها أفراد الحشد الشعبي وخاصة قادته لإيمانهم الكبير وإخلاصهم الكبير وتقواهم وتوكلهم على الله أصبحوا في المقدمة، وأصبح الحشد الشعبي أصبح يأخذ على عاتقه أن يدافع عن استقلال العراق، يدافع عن استقرار العراق، يقف بوجه كل عدوان خارجي لحماية العراق إلى جانب القوات المسلحة الأخرى. ولهذا فعليه أن بالوقت الذي ينمي نقطة قوته الأساسية وهي الإيمان والإخلاص والتوكل على الله والاعتماد على هذه المعنوية والروحية العالية التي أعطته القوة الخارقة التي تحدى بها كل الأسلحة الأخرى، عليه أن يتسلح أيضا ويطور قدراته العسكرية المادية إضافة إلى تطويره لقدراته المعنوية. فالحشد يعني مشغول بتنظيم صفوفه وتدريب قواته وقادته وعناصره الأساسية التدريبات العسكرية اللازمة بالإضافة إلى التدريبات العقائدية لتطوير كل القدرة العسكرية التي بجانبيها المعنوي والمادي ليكون القوة الرادعة لكل الأعداء الذين تحدثهم أنفسهم بالعدوان على العراق، وليكون القوة القادرة على إسناد المخططات والإجراءات والإقدامات التي تقوم بها الحكومة بأساليبها السياسية، سيكون هو القوة الداعمة لهذه القرارات. نعم. والذي يتصرف ويتخذ الإجراء اللازم في الوقت الذي يقتضي اتخاذ إجراء آخر غير طيب. الأساليب السياسية. أما الحشد الشعبي كما قال رئيس الهيئة لا يتدخل في الشؤون السياسية. طيب أرحب بالزميل علاوي أحمد الموفد قناة الأيام إلى البصرة. هنالك ربط كبير بين البصرة وابن البصرة الشهيد المهندس وبين ما نعيشه اليوم من هذا الاستقرار والاستتباب الأمني، والبصرة تستقبل الوفود من كل الدول العربية والأجنبية، بالتالي لولا دماء الشهداء كيف كان اليوم الوضع؟ ابن البصرة الذي ضحى بدمه لكل العراق، كيف هي الأجواء عندك في البصرة علاوي؟ نعم، تحية لك زميلي أحمد ولضيفيك الكرام. بالتالي اليوم البصرة هي تحتضن الحدث المهم والأهم على مستوى الخليج، ألا وهو بطولة كأس الخليج. هذه البطولة حقيقة لطالما انتظرها العراقيون كثيرا، خصوصا أنه غابت من 43 سنة ولغاية الآن، يعني وصولا لهذا العام، العام 2023، احتضنت هذه البصرة هذه البطولة. لكن كل هذه الأسباب وكل التأجيلات التي كانت، كل ما يقرر لي من قبل اتحاد الخليج، البصرة تستضيف الحدث لكن دائما ما تؤجل لأسباب أمنية. وحقيقة لولا دماء الشهداء، وبالخصوص احنا اليوم نستذكر الذكرى الثالثة لشهداء قادة النصر، لولا دمائهم والتضحيات التي قدمت من جميع أبناء الحشد الشعبي وكذلك القوات الأمنية وقادة النصر، لم تكن هناك بطولة الخليج في البصرة. وأيضا أحمد، يعني اليوم أبناء البصرة هم أوفياء لقادتهم، هم أوفياء لأبو مهدي المهندس، مثل ما تشاهد خلفي تماما صور الشهيد أبو مهدي المهندس اليوم تملأ شوارع البصرة، وخصوصا بعد ما كان هناك شارع باسم الراحل الشهيد القائد أبو مهدي المهندس. اليوم البصرة تشهد استقرار، تحتضن الحدث المهم. البصرة اليوم قادرة على تنظيم واحتضان أكبر بطولات خليج، أكبر بطولات عفوا رياضية وأحداث على مستوى العالم وعلى مستوى قارة آسيا، وهي تشهد الأمن والأمان بتضحيات التي قدمت من أبناء الحشد الشعبي وكذلك القوات الأمنية. أنا أشكرك شكرا جزيلا الزميل علاوي أحمد لانضمامك إلينا عبر حصاد الأيام، ونتواصل معك في الأيام المقبلة في برنامجنا حول التغطيات لخليجي 25 في محافظة البصرة، وكيف هنالك صورة ذهنية سترسم للعراق من خلال هذه البطولة. سماحة السيد جبار المعموري، نتحدث اليوم
عن الانتصارات وهذه الدماء التي ذهبت في سبيل استقرار العراق، في سبيل تحرير الإنسان قبل تحرير الأرض، كيف تنظر إليها وتقيمها؟ نعم، سؤال جيد. عندما هجم داعش على أطراف ديالى وأطراف بغداد، اتصلت أنا بالأخوة الأعزاء بالسفارة بسفارة الجمهورية الإسلامية، وكانوا مستشاري حجي قاسم، وقلت لهم ادركونا بالسلاح، نحن ليس لدينا سلاح في محافظة ديالى. فقال هل تستطيعون أن تصبروا ساعة واحدة حتى نأتي بالأسلحة من كرمنشاه عبر الحدود؟ وقلت نعم نستطيع، العشائر جاهزة ولديها أسلحتها الشخصية وتستطيع أن تمسك السيطرات وتمسك منافذ ديالى. وخرجنا جميعا كعشائر كمتدربين كشعب عراقي، مسكنا هاي السيطرات، وإذا بالأخوة مستشاري حج قاسم، بعضهم استشهد منهم الحاج حميد تقوي رحمه الله، وكذلك القائد البطل الحاج سليماني والمجموعة التي معه، فرعوا جميعا من مثل المنذرية إلى المقدادية وجهزونا بالسلاح والعتاد والتنظيم، واستطعنا أن نوقف ديالة لحظات وساعات، وإلا إذا انهارت ديالة سوف تنهار بغداد، وهذه مما شاهدته بنفسي. فقال وبعد كل هذه الانتصارات ذكرني الحاج شهيدنا الحاج سليماني، قال سيدنا نحن خلصنا من داعش وعلينا الآن بطرد القوات الأمريكية، كل همكم أيها الشعب العراقي، أي أيها الإيرانيون، أيها المسلمون جميعا في المنطقة، الأمريكان يجب أن يخرجوا من العراق ومن المنطقة فورا، وجودهم هذا وجود أولا سرطاني، وجود محتل، وجود لا ينبغي أن يبقى، رغم الفتوى التي أصدرها ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي كذلك الإمام السيستاني وجميع مراجعنا بطرد القوات المحتلة الغازية الأمريكية من العراق والمتواجدة الجاثمة. نعم انتصرنا على داعش، ولكن إن شاء الله الانتصار الأكبر هو طرد القوات الغازية الأمريكية من العراق إن شاء الله تعالى. طيب دكتور حيدر، نلاحظ أنه ابن البصرة الشهيد المهندس ما وقف دفاع فقط عن البصرة، فكان للعراق أجمع بل لمحور المقاومة أجمع، بالتالي يوم البصرة تنعم بهذا الاستقبال من كل الدول العربية، ومن جهة أخرى لا زال الحشد الشعبي يقف صامدا أمام ملاحقة الجيوب والعصابات المنفردة لعصابات داعش. يعني التحديات حقيقة التي خاضها أبناء الحشد الشعبي وأبناء المقاومة، لا سيما الشهيد المهندس رضوان الله تعالى عليه، في سيرته ومسيرته التي يفتخر بها كل عراقي وخصوصا البصريين الذين حقيقة ولدت البصرة هذا الهمام الذي دفع بدمه الشريف حتى ينعم العراق جميعا بالأمن والأمان، ولا سيما هذه المحافظة التي دفعت ثمن صراعات كبيرة ومريرة من أيام الحروب العبثية التي خاضها النظام السابق إلى اليوم. حقيقة هذا نتاج ما ننعم به اليوم من أمن وأمان ومن استقرار سياسي، هو نتاج لهذه الدماء الزكية. هو لم يكن كان لابن الأنبار كما كان لابن البصرة، كان لابن إقليم كردستان كما كان لابن البصرة، فوجدناه في أربيل ووجدناه في الأنبار ووجدناه في صلاح الدين وفي ديالة، لم يكن مقصرا، وفي الموصل. فبالتالي هذه الشخصية النمطية الفريدة العراقية البصرية الأصيلة يقينا سوف تكون هذه نتاجاتها وفكرها. أنا أعتقد أنه المدرسة الفكرية الأيديولوجية للشهيد المهندس يجب أن تدرس حقيقة، يجب أن تدرس ويجب أن يستقي منها الأجيال، لأنها فيها معالم للطريق، في معالم الطريق الإنسانية، معالم للطريق الإسلامي، معالم للطريق المقاومي، معالم للطريق البناء حقيقة. ونذكر ويتذكر الجميع حينما احتاجت البصرة أن يقف، كان هناك سيل كبير من المياه ومحاولة إنقاذ محافظات الجنوب من أن تكون ضمن الفيضانات، وقف أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه. فبالتالي أنا أجد حقيقة معالم المدرستين، سواء كانت مدرسة الشهيد سليماني أو مدرسة الشهيد أبو مهدي المهندس، اليوم بدأت تنتشر
حقيقة في كل أرجاء العالم، لا تحتص يعني لا تحتكر فقط في محافظة. وهذه المسألة سنكرس لها الملف الثاني، ولكن إلى هنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور حيدر البرزنشي رئيس مركز ألوان للحوار، أثريت الحوار في هذا الملف. والسيد جبار المعموري القيادي في الحشد الشعبي انضم معنا عبر سكايب من الديار، شكرا جزيلا انضمامكم معنا. السيد أبو علي البصري معاون رئيس أركان الحشد لشؤون العمليات، تفضل البقاء معنا كي نتابع بعد الفاصل. مشاهدي الأحبة، مشاهد الاستذكار اللي يحييها المحبين لقادة النصر تخطت الحواجز الجغرافية للحدود وارتبطت كل أرواح وقلوب السائرين على نهجهم بعبق الشهادة ودروس القيادة اللي كان يتمتع بها هذين الشهيدين برفع راية المواجهة لأعداء الأمن في المنطقة وعدم الخنوع والخضوع لسيطرة العدو والانجرار وراء نواياه المنتهكة لسيادة البلدان. مشاهدي الأحبة، خلونا نفتح هذا الملف من جهة دولية، ولكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. مشهد أحياء ذكرى قادة النصر يسوده الحزن والثأر لدمائهم من قبل أتباعهم ومحبيهم، فلم تقتصر مجالس أحياء الذكرى الثالثة لاغتيالهما على العراق فحسب، بل امتدت إلى لبنان وطهران ودول أخرى، حيث استذكرت الجمهورية الإسلامية إيران شهيدها وشهيد العراق لتوصل رسائل إلى أمريكا ومن يتبعها أن الأمة قادتها شهداء لم تخضع لسياسات الولايات المتحدة بلي الأذرع. فرئيس الجمهورية الإسلامية آية الله السيد إبراهيم رئيسي يتوعد لأمريكا بأخذ الثأر لشهيدها وفق ما جاء في مضامين خطبته اليوم في طهران، ويذكرها بصولاته وأمجاده التي تمثلت بهزيمة أمريكا وداعش ومن ورائهم، حيث كان الشهيدان شخصيتان مؤثرتان في ساحات الجهاد خلفا وراءهما نفوسا ثائرة تهزم دول الاستكبار، فبالوقت الذي كانت أمريكا تزعزع أمن البلد وتشتت أبناءه كان الشهيدان يوحدان البلد ويحرصان على استقرار أمنه. أما تحطيم شوكة أمريكا ودول الاستكبار لم يكن إلا كما خطط له الشهيدان القائدان، حيث كانا بعقلية فذة تخطط وتفكر بملاحقة العدو البغيض، فالسير على نهجهما الجهادي هو ما يضمن استمرار معرفة طريق التغيير الذي يحفظ سيادة البلدان من سطوة الإذلال الخارجي. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدد ترحابي بالسيد أبو علي البصري معاون رئيس أركان الحشد لشؤون العمليات، حياك الله مجددا حاج أبو علي. وكذلك انضم معي عبر سكايب الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق مباشرة من طهران، حياكم الله ضيوف الكرام. أبدأ مع حضرتك دكتور هادي أفقهي، نتحدث عن المراسيم التي أقامتها الجمهورية الإسلامية في الذكرى الثالثة لشهادة القائدين، وما أبرز ما تم من كلمات أو مضامين عبر عنها المتحدثون في هذه المناسبة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الكابتن أستاذ أحمد والمشاهدين الأعزاء، حياك الله. في الحقيقة يعني أهم كلمة سمعناها اليوم من رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي، والذي سبق السيد إبراهيم رئيسي السيدة زينب بنت الشهيد الكبير الحاج قاسم سليماني، وخطاب كان عاطفيا وفي نفس الوقت كان صارما وشجاعا يدعو إلى انتهاج والاستمرار في خطى ونهج الشهيد الكبير الحاج قاسم سليماني والثأر لدم الشهداء قادة النصر ورفاقهم. وكذلك تلاها خطاب السيد إبراهيم رئيسي كما أسلفت، وتطرق إلى عدة قضايا، تطرق إلى الجانب الشخصي والتربوي والأخلاقي والعرفاني وخصوصيات الشهيد قاسم سليماني، وكيف توصل من خلال بناء ذاته وتأهله إلى بناء المجتمع، وربط ارتباطا منطقيا ومعنويا بين بناء النفس والذات، وكذلك كمقدمة لبناء المجتمع، وثبت بعد ذلك أنه تأثر المجتمع وليس فقط المجتمع الإيراني وخصوصا جيل الشباب، وإنما الشباب المنطقة برمتهم
من صنعاء إلى داخل فلسطين الذين يحملون صور الشيخ قاسم سليماني، إلى الشباب الذي سهر البارحة في حادث المطار في منطقة المطار، الشباب العراقي كذلك الشباب الإيراني. فهذه المدرسة كما عبر عنها سماحة الإمام مدرسة، أصبحت مدرسة للأجيال الناشئة والصاعدة والواعدة. وكذلك أكد على جملة مهمة جدا ولها رمزية وخصوصية، وأنا أراها الآن هي موجودة على شاشتكم، أنه لنا موعد ثأر قاسم على الإدارة الأمريكية. والبارحة كان هناك تصريحا من قبل المسؤول العام في القوى القضائية للعلاقات الدولية، أنه قدمنا لائحة ب 93 شخصية أمريكية بحتة متورطة و 17 شخصية عراقية متهمة. إذن هذا الخطاب في الحقيقة أكد على أنه بخلاف ما كان يتصور الطرف الأمريكي، أنه بعد استشهاد الشهيد قاسم سليماني سيحصل هناك تخوف، ستحصل هناك هزيمة مدوية فيما يتعلق بمحور المقاومة ومواجهة الاستقرار العالمي. طيب دكتور، حصل العكس، واليوم في الحقيقة يحتل الجنرال إسماعيل قاآني موقع الشهيد سليماني، وبنفس الخطوة وبنفس التوجه وبنفس الحماوة. إذن هذه الرسالة تبقى متواصلة، مثلما السيد قاآني شغل مكان الشهيد سليماني، وكما أن المحمداوي شغل مكان المهندس قائد الانتصارات. نتحدث هنا سيد أبو علي البصري عن هذه الروحية وهذا التماهي بين الشعبين، بين القيادتين، بين الشهيدين، بين نائبي الشهيدين. نتحدث عن ما غرد به السفير الأمريكي، عفوا آسف جدا، السفير الإيراني، خلينا أخذه السفير الإيراني محمد كاظم الصادق على صفحتي على تويتر، عندما قال شكرا لهذا الشعب الأبي، أحيا ذكرى استشهاد قادة الانتصارات على أرض مطار بغداد، وتخريدا لنهجهم المقاوم أمام الغطرسة الأمريكية، ووسم تغريدته: إيران والعراق لا يمكن الفراق. كيف تنظر إلى هذا التوحد بين الجانبين؟ نعم، الحقيقة منذ البداية عندما صدرت فتوى المرجعية، فتوى كانت من جهة دينية عليا، أصبحت الحرب عقائدية، والحشد الشعبي وجود عقائدي وقوته من إيمانه وإخلاصه واعتماده وتوكله على الله سبحانه وتعالى. وشاهدنا تأثير حاج قاسم، روحية حاج قاسم ومعنوية حاج قاسم والتزام حاج قاسم، وكذلك الحاج أبو مهدي بالقوات التي كانت تحت قيادتهم، وخاض يعني القتال ضد داعش ليس كدولتين متعاونتين وما شاكل، وإنما انطلق من الدفاع المبدئي والدفاع العقائدي والقتال والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لحماية أرض العراق. واجب شرعي هو إخراج القوات الغازية والتي احتلت العراق والتي كانت لها أهداف وطموحات أكبر، وقاتلوا وضحوا جنبا إلى جنب مع كثير من الشباب الآخرين، حتى أن من الإخوة اللبنانيين كانوا أيضا موجودين معنا، والأبناء العراق بمختلف طوائفهم وأديانهم كانوا جنبا إلى جنب دافعوا. كان الدفاع عقائديا، وكان هذا الدفاع العقائدي يستمر، والمسيرة تستمر في الوقوف بوجه العدوان. والحقيقة هم يعني هذه المدرسة مدرستهم هي مدرسة الدين ومدرسة الإسلام ومدرسة الإمام الحسين عليه السلام، الذي كان رمزا للقائد والإمام الإسلامي والممثل للإسلام في مسيرته وتضحيته. فمسيرتهم امتداد لتلك المسيرة، وهذه المسيرة لا تنتهي، المسيرة سوف تبقى ما دام هناك أحرار وما دام هناك أناس مؤمنين، فهذه المسيرة موجودة. والتعاون بين إيران والعراق وغيرهم من بلدان العالم التي تقاوم كل ظلم وتقف بوجه كل ظلم وتدافع عن كل مظلوم وتريد الاستقرار والاستقلال للشعوب، وأن تمتلك الشعوب حريتها وكرامتها.
فهذا المسيرة الحقيقة تأسست وسوف تبقى، وهي امتداد الحقيقة لمدرسة قديمة، مدرسة الوقوف بوجه الظلم والطغيان. طيب، هذا الامتداد والاستمرار والوقوف بوجه الظلم والطغيان دكتور أفقهي، نتحدث عما يعني أضافت الخطب في طهران من أن الأمريكيين تصوروا أن جبهة المقاومة راح تنهار بعد هذا الاعتداء، ولكن كما جرت العادة في الجمهورية منذ 40 عام بأن تحول كل التهديدات إلى فرص، هذه الدماء أصبحت هي دافع ومحفز الانتصارات الجديدة، كيف تنظر إلى هذه الجزئية؟ يعني الأمريكان كانت لديهم حسابات خاطئة وتصورات غير صحيحة وغير واقعية، ربما الجانب الأكبر منها هي المعلومات التي كان يسربها عملائهم سواء في الداخل الإيراني وعلى مستوى المنطقة، من أن كل شيء تلخص في هذه الشخصية. أنا أقول شخصية الشهيد قاسم سليماني بحجمها وبأهميتها لا يمكن إنكار دورها في مأسسة محور المقاومة الذي يبدأ من صنعاء مرورا بطهران وبغداد ودمشق وبيروت وداخل فلسطين المحتلة، هذا لا يمكن، يعني هو الذي أسس هذا المحور، ولكن بنى لهذا المحور ونظم هذا المحور وأسس لهذا المحور بطريقة تنظيمية، بحيث إذا اغتيل هو كان يتصور في الحقيقة وكان يعني يتشوق للشهادة وكان يتمنى الشهادة، وفي إحدى لقطاته العائلية عرضها التلفزيون الإيراني عندما أطفأ شمعة ميلاده تمنى الشهادة قبل 3 أو 4 سنوات طبعا من تاريخ شهادة استشهاده. فهذا الشهيد يعني أسس القدس وأسس قوات فرق القدس وكذلك محور المقاومة، و التناسق والترابط العضوي بين كل قطاعات وجغرافي محور المقاومة، بحيث إذا استشهد لا ينفرط عقد هذا المحور. هذا ما كان يتصوره الأمريكي يعني في حساباتهم، وحتى يعني صرحوا في بعض مقالاتهم وبعض تصريحاتهم من أنه كانوا يتصورون أن الشهيد قاسم سليماني هو كل شيء، في حين أنه قدم كل شيء بدون أن يكون هو الفيصل، وإذا استشهد سينفرط عقد هذا المحور. فمن هنا نشاهد أن محور المقاومة وبعد استشهاد قادة النصر الشهيد قاسم سليماني الشهيد أبو مهندس رحمة الله عليهم ورفاقهم ازدادت معنويات وازدادت مكاسب وانتصارات محور المقاومة، سواء في العراق أو في لبنان أو في سوريا أو في داخل غزة أو في اليمن. إذن أخطأوا في حساباتهم، واليوم تطاردهم في الحقيقة العدالة عن طريق تقديم 5 أو 6 مجلدات من إثباتات يعني لا يمكن التشكيك بها، وتقدمها إيران للجنة المحاكم الدولية، طبعا ليست محاكم الجرائم الدولية، لأن إيران لا إيران ولا أمريكا أعضاء في هذه المحاكم، ولكن المحاكم الحقوقية العدلية إيران وأمريكا هما عضوان في هذه المحاكم، وستقدم إيران في الحقيقة كل الإثباتات ضد هؤلاء 93 الأمريكيين من ترامب إلى بومبيو إلى ماكنزي الذي كان القائد القوات المسلحة في المنطقة الوسطى سانت كام، إلى كما أسلفت إلى شخصيات أخرى متهمة في الداخل العراقي. وهناك طبعا جولات للتشاور والتبادل بين الطرفين الإيراني والعراقي لإنهاء التحقيقات والوصول لنتائج قطعية. طيب سيد أبو علي، كما تحدث الدكتور أفقهي، هذا الموضوع مهم جدا وحساس، الأمريكيين أو الإدارة الأمريكية عندما ترتكب أخطاء استراتيجية في التقدير، كانت في أفغانستان، في العراق، في دول عديدة، ولكن هذين البلدين أبرزهما، لما تنفق 8000 مليار أو 8000 مليار دولار على الحروب في أفغانستان والعراق، بالتالي ما حققت ما كانت تصبو إليه. هذه الإيرادات الصلبة والقوية من محور المقاومة كسرت الإرادة الأمريكية، بالتالي أدت إلى خفض عديد القوات الأجنبية في أفغانستان، ولكن العراق لا زال يعاني من هذا الملف. هل ستكون هذه الدماء هي أيضا تحقيقا لقرار الذي أقر البرلمان أو القانون الذي أقر البرلمان بإخراج القوات الأجنبية؟ طبعا قرار البرلمان
ورأي الشعب العراقي بتشييعه للشهداء وتظاهرته المليونية هو تعبير عن واضح عن رفض الشعب العراقي لبقاء القوات الأمريكية، وسوف يستمر المجاهدون في هذا الطريق، وما اجتماعهم في هذا العام والأعوام الماضية إلا تعبير عن هذا الاستمرار، وهم يطورون قدراتهم وقواتهم المعنوية والمادية للوقوف بوجه القوات الأمريكية. وأمريكا أخطأت ودائما تخطئ، يمكرون ويمكر الله، الله سبحانه وتعالى مع المجاهدين، مع المدافعين عن الحق، مع المؤمنين، مع المتوكلين عليه، الله معهم وناصرهم، نصرهم وينصرهم بعد ذلك في كل المعارك القادمة. فهم وفروا فرصة، واستطعنا نحن بجهود وبتضحيات وبخبرة وبإخلاص وتفاني وعمل وتدبير الحاج أبو مهدي والحاج قاسم أن يتشكل الحشد الشعبي وينمو هذا الحشد الشعبي يوما بعد يوم، ليكون القوة الرادعة لكل عدوان خارجي على العراق، ويكون المدافع عن استقلال العراق. وسوف يحقق إن شاء الله الاستقلال للعراق بشكل كامل، وهذا واجب من واجباته التي اعتبرها لنفسه. أشكرك شكرا جزيلا لحضورك معنا في الاستوديو لهذه الإطراءات في الملفين. السيد أبو علي البصري معاون رئيس أركان الحشد شؤون العمليات، أثريت الحوار، والشكر الكثير لجنابك الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق، تحدثت معنا عبر سكايب عن هذا الملف المهم. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.